لطالما كانت جامعة فرحة عباس منبتا لسلسلة من العلماء والباحثين الذين برزوا في مختلف المجالات العلمية والذين استطاعوا أن يخرجوا لمنصات عالمية ويبرزوا فيها. بمثل هؤلاء العلماء نقتدي وعلى دروبهم نسير. أسعد اليوم أن أستضيف قامة من القامات العلمية لجامعة فرحة عباس طيف واحد، البروفيسور الذي تم تصنيفه ضمن 2% من الباحثين على مستوى العالم الأكثر استشهادا ضمن قائمة ضمت 100,000 أستاذ باحث من مختلف دول العالم. أهلا وسهلا بك الأستاذ حراق عبد الغني. أهلا وسهلا بكم، شكرا على الاستضافة وعلى هذا التقديم. يسرني حضوري معكم وأتمنى أن يأتي هذا اللقاء إن شاء الله الأهداف المرجوة منه. شكرا لك أستاذ. بادئا بالبدء، الأستاذ حراق عبد الغني صاحب سيرة ذاتية علمية معروفة لدى كل من يذكر لديه اسم الأستاذ حراق عبد الغني، ولكن يهمنا جدا أن نتعرف على المحطات التعليمية التي مر عليها الأستاذ. المحطات كانت ابتداء من ابتدائية بلا ميلود بسطيف، أنا قضيت 5 سنوات، السنة السادسة قضيتها بابتدائية بن علي بصالح قبل أن تحول إلى ثانوية، بعدها انتقلت إلى متوسطة الصالح طرابلسي، وبعد 3 سنوات في النظام الأساسي انتقلت إلى ثانوية محمد قرواني بسطيف وفي تخصص الرياضيات. نلت شهادة البكالوريا في نهاية 89 في تخصص الرياضيات، والتحقت بجدار مشترك التكنولوجيا بجامعة سطيف، أين قضيت 2 سنوات. بعد 2 سنوات تحصلت، بعد تحصلي على 2 سنوات في جدار مشترك، رغبة مني وحلما أن أصبح، كان الحلم تاعي أن أصبح طيار، توجهت إلى تخصص علم التكنولوجيا، حيث بعد الجدار المشترك شاركت في مسابقة وطنية للطيران بجامعة البليدة وكنت من الفائزين الأوائل، إلا أنني اصطدمت بعدم وجود تخصص طيارين بالمدرسة. كان هناك عدة تخصصات منها المحركات الهياكل وإلكترونيك طائرات، وكذلك النزول عند رغبة العائلة فضلت البقاء هنا بسطيف واخترت تخصص إلكترونيك، أين تحصلت في نهاية دراستي على شهادة مهندس دولة في إلكترونيك تخصص تحكم صناعي. بعد شهادة المهندس شاركت في مسابقة الماجستير وفزت بالمسابقة التي فتحت لي أبواب للدراسة العليا في نفس الاختصاص دائما في التحكم الصناعي، وتحصلت على إدراك تقدير أحسن طالب ماجستير في إلكترونيك لأني كنت الأول في الدفعة تاعي، يعني في المناقشة تاعي، وكذلك كان لي شرف نشرت مقالة وطنية ومقالة دولية في فترة الماجستير، وهذا تحت قيادة المرحوم البروفيسور طيب محمدي رحمة الله عليه. بعدها أكملت مع نفس البروفيسور الله يرحمه شهادة دكتوراه، والتي ناقشتها فرحت من الخارج، كنت بفرنسا، والتحاق من جديد بالجامعة الجزائرية، علما أنني كنت غادرت الجامعة الجزائرية مباشرة بعد نيل شهادة الماجستير، وعملت كأستاذ مؤقت مدة 3 سنوات بجامعة سطيف. العودة تاعي كانت إلى جامعة المسيلة في سنة 2000 نهاية سنة 2009 بداية سنة 2010، التحقت بجامعة المسيلة، والفترة اللي كانت بين نهاية الماجستير وجامعة المسيلة قضيت حوالي 12 سنة، منها عملت العمل الأول كأستاذ مؤقت بجامعتين بفرنسا، منها جامعة بيير مندس فرنس وجامعة جوزيف فوري في غرنوبل. بعدها اتجهت دائما في ميدان البحث، لكن الميدان الصناعي. في الميدان الصناعي فكانت البداية مع الشركة العالمية الكاتاليسنت، عملت معهم مدة 2 سنوات، أين طورت اللغة العربية على كامل أنظمة الاتصال المعروضة من الشركة، يعني شركة كاتاليسنت، وكان لي شرف تطوير هذه اللغة في كامل البلدان العربية من المحيط إلى الخليج. يعني بديت أول مشروع كان مشروع الثريا لشركة اتصالات بالإمارات العربية، وآخر مشروع كان مشروع الجزي بالجزائر اللي هو حاليا في الخدمة.
كما طورت اكثر من 50 لغه في مختلف لغات العالم، يعني على مستوى انحاء الاربعه في العالم. وبعدها عملت مده سنتين مع شركه فرنسيه كمسؤول في تحليل الاشاره. الشركه هذه كانت تطور اجهزه المساعده على السمع، كانت عندهم اجهزه كلاسيكيه وطورت معهم الاجهزه الرقميه اللي طورت المجال هذا. عملت معهم ثاني كذلك مده سنتين، وبعدها نادتني شركه اخرى، شركه امريكيه لتعمل في ميدان الامن في الاعلام الالي، وهما يطوروا الاجهزه والانظمه الولوج الى الحواسيب والبنايات اما عن قرب او عن بعد، باستعمال مولدات رموز سريه، باستعمال بطاقات مشفره، والتي يمكن استعمالها في الميدان المالي او البنكي او في الشركات العامه. هذه المده اللي قضيتها بين الماجستير وعاودت الجامعه. فورا عاودت الجزائر ناقشت دكتوراه، حصلت على الدكتوراه سنه 2011 2012، يعني عام بعد ذلك تحصلت على تاهيل جامعي، وفي سنه 2017 تحصلت على رتبه البروفيسور. وكان قبلها في 2016 كنت عاودت دخلت الجامعه الصيف من جديد، درت نقل من جامعه المسيح لجامعه الصيف. ومنذ ذلك الحين من 2016 وانا اعمل بجامعه الصيف الى اليوم. اذا كل ما نستنتجه من كلامك استاذ طموح كبير وانجازات اكبر ما شاء الله. من طالب جامعي الى بروفيسور في تصنيفات عالميه، لا يعتمد هذا الا على ركائز اساسيه. ما هي الركائز الاساسيه التي يمكن اعتمادها والتي تساهم في تطوير مستوى الطالب من كونه طالب وصولا الى باحث؟ يعني لو نتكلم حسب التجربه الشخصيه تاعي سواء في الميدان الاكاديمي او في الميدان الصناعي، الركيزة الأساسية هي العمل على تكوين قاعدة صلبة، يعني قاعدة صلبة تسمح لك للارتكاز لتحصيل العلوم وتطوير المهارات في مختلف المجالات، زيادة على تحسين الاستقلالية والاعتماد على النفس لتحصيل مرات ما يفوتنا والله يفوت الطالب لتحصيله خلال مشواره الدراسي. كاين مرات ظروف معينة ما تسمحش للطالب، مثلا في جائحة كورونا بيحصل 100% من الشيء اللي لازم يحصلوا في المشوار الدراسي. هنا لازم تكون عنده شويه استقلاليه باه يطور الاستقلاليه هذه ويعتمد على نفسه في التحصيل، ويكون عنده عدم اتكال كليه على ما يقدم خلال المشوار الدراسي. هذه هي يعني بالنسبه لي هي الركيزه الاساسيه، لانه انا شفت يعني امثله كثيره يعني في شخصي او عندي زملاء كثيرين اللي دخلوا من الخارج ولا ما زالوا يعملوا في الخارج. كان عندنا قاعده صلبه هنا في الجزائر، تعليم جزائري، الجامعة الجزائرية، البداية تبعنا من الابتدائي حتى الجامعة كامل تعليم جزائري. والفائدة تاع التعليم اللي كان يعني عندنا ركيزة صلبة، كي رحنا للخارج ما لقيناش مشاكل. أكثر من ذلك، قدرنا حتى نتفوقوا على الناس اللي كانت عندهم إمكانيات ضخمة، سواء نظرية أو مادية. وهذه هنا شفنا نتيجة تاع كما قلت اسم العمل على تكوين القاعده الصلبه هذه، الاستقلاليه وعدم الاتكال على ما هو محصل على مستوى الجامعه فقط، يعني الاتكال على الناس. هذه يعني من الضروري جدا التركيز على هذه النقطه وهو عدم الاتكال، بحيث انه السعي والاجتهاد الشخصي هو يعني من الوحدات الاساسيه التي يجب وضعها في برنامج التحصيل العلمي بالتحديد على مستوى الجامعه. من منظور بروفيسور معروف في منصات علميه عالميه، كيف يمكن للطالب الجزائري الولوج والاستفادة من مثل هذه المنصات؟ الأولى كما قلنا وتفضلتي به، لو نشوف النظام الإعلامي دي عندنا 70 إلى 75% هو العمل الفردي. احنا الجانب هذا مهمل شوية عند الطالب، لازم الطالب يتولى منه. والثانية على الطالب أن يؤمن بنفسه وبقدراته، وعليه العمل والجهد والمثابرة الولوج إلى هذه المنصات، شأنها شأن أي هدف يطمح الطالب للوصول اليه. يعني بالعمل والمثابره والعمل الجاد يوصل اي منصه اي تصنيف يريده. اعطينا استاذ امثله على المنصات التي تنفع الطالب الجامعي بالاخص بحكم التخصصات العلميه موجوده في جامعه فرحه عباس. احنا كي نشوفوا كاينين جامعات على المستوى الوطني، مثلا جامعه المسيله مرتين او ثلاثه تحصل على المرتبه الاولى بالمرئيه تاع الجامعه. المرئيه هذه
هي تصنيف اللي نسميه تصنيف ووبوميتريكس. الووبوميتريكس 50% من تصنيف هذا، قيمة التصنيف مبنية على المرئية. المرئية هذه ماهوش غير مرئية الجامعة، هي مرئية الجامعة، مرئية الأستاذ والباحث، مرئية المجلات، مرئية حتى الطالب. يعني احنا مازال الناس، يعني ما نقولش غير الطالب، الطالب الأستاذ الباحث مازال كما نقولوا ما عندوش نظرة يعني شاملة على التصنيفات هذه وتأثيرها على المستوى الشخصي أو المستوى الجامعي. يعني كل طالب يسجل مثلا يسجل نفسه على مستوى جوجل سكولار فقط، هذا يسمح يحسن تصنيف تاع الجامعة، يحسن تصنيفه الشخصي ويحسن تصنيف الجامعة. نفس الشيء أي مجلة، أي عمل، أي وثيقة، نشوفوا مثلا من آسيا أو من أوروبا كاينين باحثين أو مجلات أو حتى جامعات عندها تصنيف جيد، بصح كي نشوفوا يعني حقيقة هذا التصنيف نلقاو كثرة الملفات وما عندهمش واش حنا في الجامعة تاعنا. حنا كاين نقاط اللي الحمد لله الجامعة بدات تعمل عليهم، خصوصا في النقطة هذه تاع المرئية، وبداو الباحثين ياخذوا بعين الاعتبار هذه النقطة، وبدا التسجيل تاع الباحثين، وانا شفنا تحسن تاع التصنيف تاع جامعة الصيف في الأعوام الأخيرة. علما أن مثلا في التصنيف تياشو للجامعة الناشئة للمرة الثالثة على التوالي جامعة الصيف تحصل على المرتبة الأولى، وهذا شيء جميل وقادرين نحسنوا حتى في التصنيفات، في تصنيفات أخرى. مثلا التصنيف اللي تكلمت عليه تاع 2% من الباحثين، الحمد لله جامعة الصيف عندها زوج باحثين في التصنيف هذا، والتصنيف هذا تصنيف من جامعة ستانفورد اللي هي أول جامعة، جامعة أمريكية من جامعة كاليفورنيا، أول جامعة على المستوى العالمي. والتصنيف هذا كما نقولوا قاموا به نظراء من خارج الجزائر، يعني الصيف عندهم مصداقية. ثانيا تصنيف تياشو نفس الشيء، تصنيف تياشو يعتمد على 13 معيار وهي معايير متوازنة، يعني يختلف شوية على الوبوميتريكس، يختلف على تصنيفات أخرى، والحمد لله هذا التصنيف يعني ما دام متوازن يعطي كما نقولوا نسبة لكل محور البحث، محور البيداغوجيا، محور التعاون الخارجي، محور الطلبة الأجانب اللي عندنا هنا في الجامعة. علما أننا هنا في الجزائر في جامعة الصيف مثلا عندنا 23 جنسية اللي راه تدرس هنا في جامعة الصيف. الحمد لله بدأت الناس توعى شوية بالمعايير هذه والتصنيفات وبدينا نعملوا عليها، وانا نشوفوا النتيجة كل عام رانا نحسنوا في التصنيف تاعنا والحمد لله. ماذا يقول البروفيسور حراك عبد الغني للطلبة الذين يستصعبون المسير للوصول لرتبة باحث أو رتبة بروفيسور؟ هي كما قلت من قبل، والله كامل بالعمل. يعني الإنسان لما يحط في نفسه هدف، يعني داخل الجامعة وخارج الجامعة، لازم يعمل عليه، والعمل هذا ما يجيش كما نقولوا هو مباشرة، لازم له وقت ولازم له شوية تعب ولازم له شوية جهد، ولازم كما قلت لك الوثوق بالنفس والوثوق بالإمكانيات. لأنه خصوصا يعني في السنوات الأخيرة هذه مع كما نقولوا وجود الإنترنت، وجود مكاتب مفتوحة، وجود الهواتف الذكية، هاتف ذكية أو حاسوب، الإمكانيات هذه ما كانت موجودة في الماضي. ما عندناش فرق كبير بين الإمكانيات هنا بالجزائر والإمكانيات في الخارج، حتى على مستوى الجامعات عملت الوزارة وعملت مديرية العمل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي على تهيئة وتجهيز المخابر، حتى المخابر البيداغوجية. يعني الدولة صرفت أموال طائلة، عندنا أكثر من 100 جامعة على المستوى الوطني. هنا في صيف مثلا عندنا 3 جامعات إذا أخذنا بعين الاعتبار مدرسة العليا بالعلمة. الحمد لله يعني التجهيزات والإمكانيات تطورت بشكل كبير، المكتبات موجودين، الولوج الإنترنت موجود، كاين إمكانيات مع الطالب إلى العمل. الهاتف راهو حاسوب بين يديه، المكتبة مفتوحة على العالم، عنده الإمكانيات كاملة. اللي يحب يوصل لتصنيف والله هدف معين إلا بالعمل، يعمل يوصل، ما كان حتى مشكلة. إذن الميدان جاهز إلا لمن أبى. ماذا يحتاج الطالب الجامعي حتى يبرز في ميدان في الميدان الذي يساهم في الاقتصاد الجزائري؟ في النقطة هذه تبرز أهمية تطوير العلاقة بين الجامعة والمحيط، المحيط الاجتماعي والاقتصادي. الحمد لله الوزارة عملت السنوات الأخيرة هذه مع المديرية، مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، على تطوير وخلال إطلاق مشاريع للطلبة على مستويات، يعني من ليسانس، من ماستر، من دكتوراه، لإيجاد حلول لكل مشاكل
ليوجها يعني شركاء اجتماعيين او شركاء اقتصاديين. وهذا ثاني من خلال عقد اتفاقيات مثلا بين الجامعه والمحيط تاعها. يمكن طلبة من الولوج الاول للميدان الاقتصادي مباشره من خلال تربصات مشاريع نهايه دراسه، وهذا المشاريع يسمح لهم بابراز الامكانيات للشركاء هذو، ويسمح لهم بفتح مجالات جديده للتوظيف. لانه صحيح ان عندنا هنا كما نقولوا قدرات على مستوى الجامعه، لكن كاين امكانيه. انا نفسي توجهت من البحث العلمي من الجانب الاكاديمي للجانب الصناعي، لانه ما نكتبوش على بعضنا. الجانب الصناعي كاين اموال وكاين قدرات ماليه اكثر، يعني كنت امضي على عقود مثلا لشراء كما نقولوا دي بيس على الميكرو بروسيسور حتى مليون دولار. هذا ما كانش عندي الامكانيه هذه في مستوى الجامعه، وعلى هذا توجهت من الجامعه للميدان الصناعي لانه فيه اكثر امكانيات. يعني الانسان يطور نفسه في الجامعه ويطور كما قلت لك الركيزه الاساسيه تاع تكوين القاعده، لما يتوجه للعمل الصناعي ما يكونش عنده مشكل بيتاقلم معه، ويوجد امكانيات اخرى اللي يقدر يطور بها المهارات تاعو وكفاءة تاعو بصفه مطرده. إذا المقاولاتية صارت مجالا رائدا على مستوى العالم تجذب الكثيرين، وعلى المستوى الوطني نرى توجه الدولة الجزائرية وإقبالها على هذا المجال. حسب تقديركم أستاذ، كيف يمكن أن تساهم الجامعة في بناء الاقتصاد المقاولاتي للجزائر؟ المقاولاتية أصبحت شيء مهم على المستوى العالمي مش على مستوى الجزائر، ولاحظنا في السنوات الأخيرة على مستوى الجامعات الجزائرية وعلى مستوى جامعة سطيف خصوصا تم وضع هياكل، مثلا دار المقاولاتيه، مثلا الحاضنات لفابلاب وما الى ذلك. هذا الهياكل تمكن المرافقه تاع كل شخص، طالب، باحث، استاذ وما الى ذلك، من تنفيذ اي فكره، اي مشروع، او خلق مؤسسه صغيره. هذا الشيء يساهم في خلق ديناميكيه جديده، يعني تسمح بتطوير الباحث والطالب المقاولاتي، وكذلك بتطوير مؤسسات صغيره والناشئه، والتي اصبحت ركيزه من الركائز الاقتصاديه يعني المستوى العالمي. كاين دول اللي عندها نلقاو مثلا حتى 70 80 حتى 90% من المؤسسات هي مؤسسات ناشئه، اللي راهي تقود في الاقتصاد حاليا وتطور في الاقتصاد تاع الدول هذه. حنا الحمد لله خذينا العبره ورانا وضعنا الهيكل على مستوى الجامعه، وهذا الهيكل تسمح بتطوير كما قلت الباحث او الاستاذ او الطالب المقاولاتي، يعني تفتح له ديجا المجال المقاولاتيه، اما بانشاء الفكره تاعو او تنفيذها او تنفيذ اي خلق مؤسسه صغيره او ناشئه والولوج الى العالم الاقتصادي. نشهد تردد كبير لدى فئه الطلبه، يعني حتى لو لديهم افكار مشاريع الا انه يوجد تردد كبير في اقبالهم على تحقيق هذه المشاريع واخراجها لارض الواقع. ما كيف يمكن التخلص من هذا التردد؟ هو المشكل ما عندناش كيما نقولوا، لازم تبدل شويه الذهنيات ولازم تبدل التربيه تاع الطرف ثاني على مستوى الجامعه. الحمد لله خلقت الهياكل هذو، لانه الهياكل هذه جات الهدف الاول تاعو المرافقه. الطالب كي يلقى المرافقه، لانه طالب ما عليناش يدير فكره او يدير مشروع نكرموه والله نعطيوه جائزه والله شيء مليح، بصح ما يكفيش. احنا لازم نثمنوا الفكره هذه والله. كيفاه نحولوا الفكره هذه او المشروع او المؤسسه الناشئه من فكره الى تطبيق على مستوى الميدان الاقتصادي والاجتماعي؟ لانه احنا الجامعه ما عندهاش اتصال بالمحيط تاعها وما تحلش المشاكل وما تنفعش المحيط تاعها اما الاجتماعي والاقتصادي، يكون الهدف ماهوش واضح للناس هذه وما يشوفوش الاهميه. شفناها مثلا في جائحه كورونا، جائحه كورونا حتمت الدوله تغلق الحدود، الشركات الوطنيه تحتمت تعمل مع الكفاءات الوطنيه، والحمد لله مدت النتائج. هنا مثلا على مستوى ولايه سطيف في ميدان مثلا السيراميك كانوا يتعاملوا مع شركات اسبانيه، اليوم راهم يتعاملوا هنا مع كفاءه جزائريه اللي قدروا يحدوا المواد المستعمله، ولو استعملوا مواد محليه بدل مواد مستورده، ووصلوا حتى تصدير المواد حاليا راهم في مرحله التصدير. هذه نقطه ايجابيه. نفس الشيء بالنسبه لشركات اخرى، هذه نقدروا نعموها على مختلف القطاعات. يعني كما نقولوا رب ضرة نافعة، جات الجائحة تغلقت الحدود بصح خلتنا نعملوا مع بعضنا ونشوفوا بلي كاينة كفاءات وكاينة إمكانية داخل الوطن وكاينة إمكانية خصوصا في الجامعة الجزائرية. الناس بدات تتوعى من بعد كما نقولوا بداية الكورونا،
بدينا نشوفوا شركات بدات دير في ورشات، مثلا حضرنا ورشات صنع تراك في قسنطينه العام اللي فات، وكان جميع الصيف ممثله باكثر من 10 مشاريع من بين 42 مشروع. يعني الحمد لله تسمى الربع تاع المشاريع على مستوى الشرق كامل جميع الصيف. يعني بداوا ياخذوا عبره، علما ان احنا منطقه الصيف وجامع الصيف خصوصا رانا في منطقه حساسه اللي تربط بين مختلف المناطق، وهي قطب صناعي، قطب فلاحي، وقطب خدماتي بامتياز. يعني عندنا صناعات، مثلا الصناعه كما قلت صناعه السيراميك، صناعه البلاستيك، صناعات الالكترونيه، وكاينين صناعات اللي نوصلوا فيها حتى الربح المستوى الوطني. يعني كاين امكانيات هائله. وعندنا هنا ناخذ باغ اكزومبل جامعه راحه عباس طيف واحد، عندنا على الاقل 35 طالب اللي راه في الجامعه. يعني كاين امكانيات بشريه هائله اللي لازم يستفادوا منها. والحمد لله الناس بدات توعى من الجانبين، وان شاء الله في المستقبل ان شاء الله يكون العمل وثيق بين الجامعه وبين محيطها سواء الاجتماعي او الاقتصادي لتطوير هذه العلاقه ان شاء الله. اذا بهذا يكفي الانفتاح الجامعي على المجال الاجتماعي والاقتصادي فقط، بهذا يمكن اخراج الكفاءات العلميه الى كفاءات، تحويلها من كفاءات اكاديميه الى كفاءات مهنيه. بالعوده الى مجال بحثكم استاذ عبد الغني، وبالنظر الى المتغيرات العالميه التي تؤثر بطريقه او باخرى على مجال الطاقات المتجدده، هل يمكن للجامعه خاصه والجزائر عامه رفع التحدي في هذا المجال؟ الموضوع الطاقات المتجدده هو موضوع جد حساس بالنسبه للجزائر، هو يعني موضوع الطاقه بصفه عامه موضوع حساس بالنسبه للجزائر، لان من سنوات الخمسينات والستينات وحتى من قبل فتره الاستعمار الجزائر بلد طاقوي. بلد طاقوي، انا صرحت من قبل وقلت بلي التحول الطاقوي للجزائر نحو الطاقات المتجدده امر حتمي. لماذا؟ الاولى هو المخزونات الطاقات الافوريه في الجزائر اللي راهي تتنقص بشكل مطارد، وثانيا الاستهلاك اللي راهو يزيد ما بين 135 حتى 200%، خصوصا في 20 سنه اللي فاتت. عندنا زياده في الاستهلاك تاع النفط، زياده في الاستهلاك المشتقات النفطيه، زياده في استهلاك الغاز، زياده في استهلاك الكهرباء. وكل عام رانا نشوفوا تطور تاع ديموغرافي اسمها على مستوى الجزائر، التطور السكاني، المناطق العمرانيه هذه اللي تخلق، خلقت استهلاك ضخم. وعلى حسب التقديرات تاع الخبراء كون نكملوا في نفس الاستهلاك ونفس الزيادات نلحقوا سنه 2030 الاستهلاك يعادل الانتاج. يعني الشيء اللي راح نجو راح نستهلكوه، علما بان احنا الجزائر اغلبيه المداخيل تاع الدوله يعني خصوصا من الصرف هي من المشتقات النفطيه او من النفط، توصل حتى 98% من الصادرات. زيد كمعلومه اخرى ثاني، حوالي 60% من الميزانيه تاع الحكومه هي من الصادرات النفطيه. يعني ما نقدروش نكملوا بنفس النسق هذا تاع الاستهلاك، خصوصا ان المخزونات راهي تتناقص والاستهلاك راه يزيد والديموغرافيا تاعنا راهي تزيد بزاف. يعني لازمنا نتحولوا عاجلا ام اجل الى طاقات متجدده. والحمد لله احنا على مستوى الطاقات المتجدده كما رانا دوله نفطيه فيما يخص النفط والغاز، في الطاقات المتجدده نفس الشيء، عندنا طاقات ضخمه. مثلا كنت ذكرتها من قبل الطاقه الشمسيه، عندنا ما يعادل 4 مرات الاستهلاك العالمي، 60 مرة الاستهلاك الاوروبي مجمل. هذه طاقة ضخمة، نقدروا نبقاو دولة مصدرة، بصح مصدرة طاقة موجودة ولو حتى على مستوى الجيران. عندنا طاقات مثلا طاقة الرياح، سواء على مستوى الشاطئ الجزائري اللي هي أكثر من 1600 كيلومتر، أو في المناطق الداخلية، سواء في الهضاب، سواء في المناطق الصحراوية، جنوب الشرقي وجنوب الغربي. عندنا مناطق اللي فوت سرعة الرياح تاعها تفوت حتى 8 متر في الثانية. عندنا مثلا الطاقات الحيوية، احنا عندنا 200 نقطة ساخنة في الجزائر مستعملة إلا في السياحة، السياحة الحيوية نعرفوا غير الحمامات، حمام مسخوطين، حمام بسكرة، بصح عندنا نقاط هذو مثلا حمام مسخوطين أو بسكرة كاين حمامات درجة الحرارة تاعهم تفوت 98 درجة، كاين حتى اللي تلحق 115 درجة على السطح. يعني كاين طاقات هائلة. عندنا ما يسمى بالحوض الألبيني، فيه طاقة ضخمة اللي هو بين الجزائر وتونس وليبيا، ودرجة الحرارة تاعو 57 درجة، وعنده ضغط هائل اللي راه يستعملوا فيه الفلاحين حاليا على مستوى مثلا واد سوف، على مستوى الصحراء الجزائرية يستعملوا كما نقولوا أنابيب لضخ المياه بدون مضخات، بدون، لأن الضغط الداخلي هائل.
والماء بدرجه حراره 57 درجه. نروحوا مثلا للطاقه كما نقولوا من مخلفات البيئيه، عندنا 140 مركز رد غير مستعمل. وخير مثال على هذا اللي مثلا نظنكم شفتوا منطقة واد السمار اللي حولوها إلى حديقة وفيها منشآت لاستغلال الطاقات الموجودة على مستوى الطاقات البيولوجية الموجودة، وتقدر تغطي حتى منطقة الدار البيضاء كاملة يعني بالكهرباء. يعني كاينة طاقات ضخمة، عندنا سدود نفسية، عندنا أكثر من 100 سد نصفها غير مستغل حاليا، بصح عندنا إمكانيات. يعني هذه الطاقات كاملة لازم نفكروا في الاستغلال تاعها. في البداية راح يكون خليط بين طاقات أحفورية وطاقات موجودة، ومع الوقت إن شاء الله نلحقوا نسبة عالية إن شاء الله 50-70 حتى 100% إن شاء الله في طاقات موجودة إن شاء الله. أستاذ، ما هي التخصصات العلمية الموجودة على مستوى جامعة فرحة عباس التي يمكن لها توسيع البحث في مجال الطاقات المتجددة؟ الحمد لله احنا على مستوى جامعة فرحة عباس نقدر نقولوا التخصصات اللي هي راهي من فروع طاقات مجدده، سواء في الميدان البيولوجي، الميدان الحيوي، ميدان الهندسه الكهربائيه، في الالكترونيك، في الميكانيك، في الفيزياء مثلا، في العلوم الاساسيه ثاني، في الرياضيات، في الكيمياء وما الى ذلك، راهي موجوده ومعترف بها عالميا. يعني البحوث تاع الجزائر عندنا اكثر من 70% من البحوث تاعنا مستغله على مستوى امريكيتين، اوروبا وجنوب شرق اسيا، يعني عندها قيمه علميه مرموقه. الحمد لله عندنا الامكانيات، وكي نشوفوا على مدار العشر ولا 15 سنه اللي فاتت هذه كاين تخصصات جديده اللي خلقتها على مستوى الجامعات، ومنها جامعه فرحة عباس اللي تمكن مثلا اختصاص الطاقه المتجدده اللي راه موجود على مستوى مثلا الهندسه الكهربائيه او الالكتروتقني اللي فيه طلبه الدكتوراه يعملوا في المجال هذا. وعلى مستوى الباحثين نفس الشيء، عندنا مخابر على المستوى الوطني، عندنا اكثر من 30 مخبر اللي يعمل مباشرا في مجال الطاقه، وعندنا اكثر من 60 مخبر اذا اخذنا بعين الاعتبار المخابر الغير مباشره، يعني مباشره وغير مباشره اللي تعمل في المجال. يعني الامكانيات البشريه تم تطويرها في السنوات الاخيره هذه، هذا لمرافقه التحول هذا، لانه التحول هذا بدون طاقات بشريه مستحيل الانجاح تاعو. سما لازم يكون طاقات من مختلف التصنيفات، يعني من تقني سامي، من المهندس، من الدكتور، من الباحث وما الى ذلك. نحتاج الناس كامل وفي مختلف المجالات، لانه كما تكلمت عندنا طاقه شمسيه، عندنا طاقه الرياح، عندنا طاقه الامواج، عندنا طاقه البحار، عندنا الطاقه الحيويه، عندنا نحتاج الاختصاصات كامل. تسمى كامل الاختصاصات هذه نحتاجها للتحول هذا ان شاء الله. ما هي التوصيات التي يتوجه بها الاستاذ حراك عبد الغني لكل طالب جزائري اقول يقوم بتسقيف طموحه في مسيرته الجامعية؟ يعني الطالب الجزائري كما قلت لك من قبل، أنا نظن يغتنم الشيء اللي توفره الجامعة بصفة عامة من إمكانيات، وأن يزاوج مع ما هو متاح اليوم من إمكانيات، سواء إمكانيات مكتوبة أو مرئية كما قلت لك مثلا في الإنترنت أو في الهواتف الذكية وما إلى ذلك، لأنه بالشيء هذا يتمكن من اكتساب مهارات اللي كما نقولوا تكافئ ما هو موجود في اعرق الجامعات او المؤسسات. وهذا الشيء اللي يقدر يصنع به الفارق بالعمل والمثابره وكما قلت لك بالاستقلاليه والاتكال على النفس مع ما هو موجود، خصوصا على مستوى الجامعه، لانه طالب ذكرى موش واعي راه على مستوى الجامعه عنده ناس مأطرينه، عنده اساتذه، عنده امكانيات على مستوى المكتبه، على مستوى كما نقولوا الاعلام الالي، على مستوى كل شيء. ومن بعد كي يخرج ما عندوش الامكانيات هذه. والتحصيل الواحد وحده وتحصيل احنا شفناها مثلا في تعليم اللهجين، الناس كامله تشكي من مثلا كي يبعث الواحد ملف بي دي اف والله. لانه ما كانش كما نقولوا كما يقولوا ملفات جافه، ما كانش حياه في الملفات هذه والله، ما كانش نقاش بين الطالب وبينها. وهذا الشيء راح يفتقد الطالب بعد خروج من الجامعه. انا اظن من الفتره تاع الجامعه هذه لازم يستغل الطالب 100% او اكثر. مع زياده على ذلك كما قلنا من قبل العمل الشخصي، الاستقلاليه، عدم الاتكال على النفس، بهذه يطور ركيزه صحيحه اللي تسمح له بعد الخروج من الجامعه او اذا كمل دراسات عليا ان شاء الله
تكون عنده ركيزه اللي يقدر يروح بها بعيد في الدراسه العليا ويقدر يروح بها للمجال الاقتصادي بدون اي مشكل او مجال صناعي. زياده على ما ذكرت من قبل يعني من العمل والمثابره وما الى ذلك، نعطيكم امثله حيه اللي عشت يعني شخصيا واللي تقدر تكون يعني كما نقولوا تمد نظره مليحه للطالب. نعطيك مثال، مثلا الانترنت. حاليا الانترنت راهي الولوج لها سهل عن طريق هاتف ذكي في اي مكان. احنا سنوات التسعينات مثلا في سنة 93 94 وما إلى ذلك كان عندنا هنا الإنترنت كما نقولوا مود كما نسميه بالفرنسية مود تكستيال، ما كانش الصورة ما كانش الفيديو ما كان والو. كنا أقصى شيء نقدروا نخرجوه هو دي ليستينغ، يعني عناوين أسماء باحثين بالعناوين ومن بعد نروحوا نكتبوا رسائل ونبعثوهم. شخصيا حدثت لي مرة وين خرجت أن ليستينغ كتبت 256 رسالة ورحت بعتها بالبريد، ومن بعد بداو يتهاطوا عليا الوثائق من الخارج، لانه يعني في الوقت هذاك ما كانش وثائق كيما راهي دوكا ممكن يولوجي ليها عن طريق الانترنت مباشره، وكانت تلحقني عن طريق بريد، كاين اللي لحقت كاين اللي ما لحقتش وما الى ذلك. مثال اخر، رحت سنه 97 او 98 اول كيما نقولوا 16 الخارج رحت فرنسا، وكي رحت لقيتهم كيما نقولوا موجودين كل شيء من لاكار داكسي من مفتاح تاع الباب من المكتب من كل شيء، داروا لي حتى كيما نقولوا قال ان كونت باسمي ان كونت انترنت. كي سالوني هل المول مستعمل الانترنت هذه مود جرافيك ولا ما نقدرش نقول لا، وهذا من طبيعي يعني، وهذه ننصح بها اي طالب والله بال كيما نقولوا الخبره تاعو على مستوى الجامعه وعلى مستوى سنوات الدراسه راهو عنده ما يكفي من الخبره، يعني ما يقولش ما نعرفش، لانه عنده الامكانيات باه يقدر يتعلم يقدر يعرف يقدر يقرا. نهز باغ اكزومبل اون دوكيومونطاسيون نقراها نقدر، انسان اللي ما عندوش تكوين ما يقدرش يقراها. حدث لي الحادثه هذه سالوني تعرف، قلت له نعرف، واش انا ما قدرتش نصرح بلي ما استعملتهاش من قبل. كنت في اليوم نعمل مع الباحثين هذوك كيما نقولوا من 8 حتى 6 تاع السادسه مساء، من 6 سادسة مساء إلى المستشفى الليل نريح نخدم وحدي ونتعلم الانترنت. يعني الشيء اللي كان ما عنديش كنت نتعلمه في الليل. حدثت لي حتى رحت مرة من المرات مادام كان عندنا كيما نقولوا اكسي برباج، رحت على الخمسة تاع الصباح، خمسة صباح صبحت المغفر قبل ما يجيو، يعني ثلاث ساعات قبل الناس نجي للمغفر. يعني نستغل الوقت هذاك، يعني كيما قلت لكم قبيل ما كانش حاجة تجيب بالسهل ولا تجيب بدون عمل. اللي عينه يتعلم حاجة والله يصنف والله ينشر والله لازم للعمل. بالمثابره ما كانش حاجه ما نحلقوهاش مستحيل. وزيد كون الطالب كيما نقولوا يستغل غير الثلث تاع الوقت تاعو برك يوميا ما دام عنده هاتف ذكي يفيدو يستعملو في حاجه مفيده، مش شرط كيما نقولوا في قال مقياس من المقاييس، والله يستعملو في العلوم الاساسيه والعلوم الافقيه مثلا اللغات الاعلام الالي حوايج مثل هذو، يخصص ساعه ساعتين في اليوم النتيجه راح تكون حتميه راح يعني تكون ايجابيه ما فيها شك. نقطة أخيرة، تكلمت من قبل التحول الطاقوي وهو يعني نفس الشيء بالنسبة لكامل المجالات. أنا نعمل في المجال هذا، نعطيكم التقديرات الشيء اللي إحصاته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إحصات أكثر من 30 مجال للابتكارات. واش معناتها الابتكارات؟ معناتها من دون الجامعة ما نقدروش نوجدوا حلول للمشاكل والتحديات تاع التحول الطاقوي، تسمى لازم نرجعوا للجامعة. وهنا الجامعة الجزائرية بالخصوص جامعة صطيف لازم تلعب دور القاطرة، لأنها هي اللي راح تقود التحول هذا. ونفس الشيء ينطبق على مختلف المجالات، يعني في مختلف المجالات الناس بدأت تتوعى باللي من دون ابتكار أو بحث علمي اللي متعلق كذلك بالبيداغوجيا بالتكوين بالدراسة وما إلى ذلك، بدون شيء هذا مستحيل يكون نهض أي شيء، يعني بلد والله ميدان والله قطاع والله اسم القطاعات كامله بدات عليها. بدينا نسمعوا حاليا على ابتكارات مؤسسات ناشئه المقاولاتيه، لانه هذا هو المنفذ الوحيد، يعني على الطالب يستغل الفرصه هي ما دام الجامعه هي القاطره تاع النهوض يستغل الوضع وراح يستفاد يعني بطريقه مباشره وغير مباشره.
تمنيتنا أن يأخذ طلبة جامعة فرحات عباس طيف واحد وكل طلبة الجامعات على مستوى ربوع الوطن بهذه التوصيات من بروفيسور كان حلمه الطيران وصار الآن بروفيسور في تصنيفات عالمية في مجالات عديدة، له إنجازات كثيرة في مختلف التخصصات وليس فقط تخصص الأكاديمي له. صراحة سيرة ذاتية وسيرة علمية يمكن الاستثمار فيها وأخذها كقدوة مهمة جدا لكل طالب جزائري يعني يطمح أن يكون في درجة بروفيسور وفي تصنيفات عالمية. آخر كلمة لك أستاذ، تفضل. آخر كلمة أشكركم كثيرا على هذه الاستضافة لأنها سمحت لي نقدم على الأقل القليل من الشيء اللي قدمته لي كما نقولوا الجامعة الجزائرية خصوصا جامعة سطيف واللي قدمته لي الدولة تاعنا باه نكون روح يعني داخليا أو خارجيا، والحمد لله كي تجيني فرصة كما هذه ونقدر نقول ولو نفيد بشيء قليل فائدة للطالب أو للباحث، وإن شاء الله تكرر المناسبة كما هذه ونقدر الواحد يمد الشيء اللي يقدر إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ، بارك الله في جهودكم. إذن وآخر وصاينا نقول: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة عليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. شكرا لكم، إلى الملتقى بإذن الله مع شخصية علمية أخرى.